بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى مخاطبا للمؤمنين من هذه الأمة وآمرا لهم بالصيام، وهو الإمساك عن الطعام والشراب والوقاع، أي الجماع، بنية خالصة لله عز وجل، لما فيه، لما في الصيام زكاة النفس، أي طهارتها من الذنوب والمعاصي، لما فيه زكاة النفس وطهارتها وتنقيتها من الأخلاط الرديئة والأخلاق الرذيلة. فالصيام تدريب على طاعة الله وجهاد النفس. وذكر تعالى أنه كما أوجبه عليهم فقد أوجبه على من كان قبلهم، فلهم فيه أسوة، وليجتهد هؤلاء في أداء هذا الفرض أكمل مما فعله أولئك، كما قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات. ولهذا قال هاهنا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لأن الصوم فيه تزكية للبدن وتضييق لمسالك الشيطان. ولهذا ثبت في الصحيحين رحمهم الله: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة، أي الجماع، وقدر على النفقة وما يلزم فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. الذي لا يقدر على الزواج عليه بالصيام، لأن الصيام يضعف الشهوة ويحفظ الله به العبد من الرذائل. والوجاء هو رد عروق الخصيتين لتضعيف الشهوة. فالصوم يضعف الشهوة، ويجب على المسلم أن يحذر النظر في الأفلام والمجلات الخليعة والشاشات والفضائيات التي تعرض الفواحش والمنكرات. يجب على المسلم أن يمنع نفسه عن ذلك. ثم بين تبارك وتعالى مقدار الصوم، وأنه ليس في كل يوم، لئلا يشق على النفوس فتضعف عن حمله وأدائه، بل في أيام معدودات. وقد كان هذا في ابتداء الإسلام، يصومون من كل شهر 3 أيام، ثم نسخ ذلك بصوم شهر رمضان كما سيأتي بيانه. وقد روي أن الصيام كان أولاً كما كان عليه الأمم قبلنا من كل شهر 3 أيام، عن معاذ وابن مسعود وابن عباس
رضي الله عنهم، وعطاء وقتادة والضحاك بن مزاحم رحمهم الله، وزاد: لم يزل هذا مشروعًا من زمان نوح عليه السلام إلى أن نسخ الله ذلك بصيام شهر رمضان. وقال عباد ابن منصور رحمه الله عن الحسن البصري رحمه الله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياماً معدودات. فقال: نعم والله لقد كتب الصيام على كل أمة قد خلت كما كتب علينا شهراً كاملاً وأياماً معدودات عدداً معلوماً. وروي عن السدي رحمه الله نحوه، وروى ابن أبي حاتم رحمه الله من حديث أبي عبد الرحمن المقري: حدثنا سعيد بن أبي أيوب، حدثني عبد الله بن الوليد عن أبي الربيع رجل من أهل المدينة رحمهم الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام رمضان كتبه الله على الأمم قبلكم. في حديث طويل اختصر منه ذلك. وقال أبو جعفر الرازي رحمه الله عن الربيع بن أنس عمن حدثه، لم يذكر اسم الراوي، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أنزلت كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كتب عليهم إذا صلى أحدهم العتمة يعني العشاء ونام حرم الله عليه الطعام والشراب والنساء إلى مثلها، أي إلى الليلة القابلة. إذا صلى العشاء ونام حرم عليه الطعام والشراب والنساء إلى الليلة القابلة. ثم خفف الله عنا. قال ابن أبي حاتم رحمه الله وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وأبي العالية وعبد الرحمن بن أبي ليلى ومجاهد وسعيد بن جبير ومقاتل بن حيان والربيع بن أنس وعطاء الخراساني رحمهم الله نحو ذلك. وقال عطاء الخراساني رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما: كما كتب على الذين من قبلكم، يعني بذلك أهل الكتاب. وروي عن الشعبي والسدي وعطاء الخراساني رحمهم الله مثله. ثم بين عز وجل حكم الصيام على ما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام، فقال عز وجل: فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي المريض والمسافر لا يصومان في حال المرض والسفر لما في ذلك من المشقة عليهما، بل يفطران ويقضيان بعد ذلك من أيام أخر، وهذا من رحمة الله. وأما الصحيح المقيم الذي يطيق الصيام فقد كان مخيرًا بين الصيام وبين الإطعام، إن شاء صام وإن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا، فإن أطعم أكثر من مسكين عن كل يوم فهو خير، وإن صام فهو أفضل من الإطعام. قاله ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وطاووس ومقاتل بن حيان رحمهم الله وغيرهم من السلف. ولهذا قال تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. هذا كان في أول الإسلام مخير، إما أن يصوم وإما أن يطعم كل مسكين عن كل يوم مخير، ولكن هذا التخيير نسخ، فلا بد من الصيام، فمن شهد منكم الشهر فليصمه.
التخيير هذا نسخ، وأما المريض والمسافر والحامل والمرضع فرخصة أن يفطر ويقضي ويطعم عن كل يوم مسكينا الحامل والمرضع. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو النضر، حدثنا المسعودي، حدثنا عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال، وأحيل الصيام ثلاثة أحوال. فأما أحوال الصلاة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهو يصلي 17 شهراً إلى بيت المقدس، ثم إن الله عز وجل أنزل عليه: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، فوجهه الله إلى مكة. هذا حول. قال: وكانوا يجتمعون للصلاة ويؤذن بها ويؤذن بها بعضهم بعضا، أي يخبر بها بعضهم بعضا، حتى نقصوا، أي أرادوا أن ينفخوا في الناقوس، وهو آلة يكبر الصوت، أو كادوا ينقصون. ثم إن رجلا من الأنصار رضي الله عنهم يقال له عبد الله بن زيد رضي الله عنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني رأيت فيما يرى النائم، ولو قلت إني لم أكن نائما لصدق، إني بين أنا بين النائم واليقظان، إذ رأيت شخصا عليه ثوبان أخضران، فاستقبل القبلة فقال: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، مثنى، أي مرتين، حتى فرغ من الأذان، ثم أمهل ساعة، ثم قال مثل الذي قال، غير أنه يزيد في ذلك: قد قامت الصلاة مرتين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علمها بلالا فليؤذن بها. فكان بلال رضي الله عنه أول من أذن بها. قال: وجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، إنه قد طاف بي مثل الذي طاف به، غير أنه سبقني، فهذان حالان. فهذا الصحابي رأى في المنام الأذان، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يؤذن صلى الله عليه وسلم. قال: وكانوا يأتون الصلاة قد سبقهم النبي صلى الله عليه وسلم ببعضها، فكان الرجل يشير إلى الرجل: إذن كم صلى؟ فيقول: واحدة أو اثنتين، فيصليهما ثم يدخل مع القوم في صلاتهم. قال: فجاء معاذ رضي الله عنه فقال: لا أجده على حال أبدا إلا كنت عليها، ثم قضيت ما سبقني. قال: فجاء وقد سبقه النبي صلى الله عليه وسلم ببعضها. قال: فثبت معه، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فقضى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه قد سن لكم معاذ، فهكذا فاصنعوا. فهذه ثلاثة أحوال. كان المسبوق يصلي ما فاته ثم يدخل مع الجماعة، ولكن معاذ رضي الله عنه قال أن من سبقه الإمام يدخل مع الإمام فيما يصلي، ثم بعدما يسلم الإمام يقضي ما فاته. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه قد سن لكم معاذ، فهكذا فاصنعوا. فهذه ثلاثة أحوال. وأما أحوال الصيام فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فجعل يصوم من كل شهر 3 أيام، وصام عاشوراء، اليوم العاشر من المحرم. الله تعالى نصر فيه موسى عليه السلام ومن معه من المؤمنين، وأغرق فرعون وجنوده، فصام شكرا لله، وقال
إن عشت لأصومن التاسع، فينبغي صوم التاسع والعاشر. شكراً لله على منه وكرمه. ثم إن الله فرض عليه الصيام، وأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، إلى قوله: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فكان من شاء صام ومن شاء أطعم مسكينا، يعني مخير، لكن هذا التخيير نسخ فأجزأ ذلك عنه. ثم إن الله تعالى أنزل الآية الأخرى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إلى قوله: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فلا بد من الصيام، ليس مخير، إلا المريض والمسافر والحامل والمرضع، فعلى ما ورد من الرخصة. ثم القضاء، فأثبت الله صيامه على المقيم الصحيح، ورخص فيه للمريض والمسافر، وثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام، فهذان حالان: الشيخ الكبير والمرأة العجوز لا يستطيعان الصيام فيطعمان عن كل يوم مسكينا. قال: وكانوا يأكلون ويشربون ويأتون النساء ما لم يناموا، فإذا ناموا امتنعوا. ثم إن رجلاً من الأنصار رضي الله عنهم يقال له صرمة كان يعمل صائماً حتى أمسى، فجاء إلى أهله فصلى العشاء ثم نام، فلم يأكل ولم يشرب حتى أصبح، فأصبح صائماً، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جهد جهداً شديداً، أي ضعف من الجوع، فقال: ما لي أراك قد جهدت جدها جهداً شديداً؟ قال: يا رسول الله، إني عملت أمس، فجئت حين جئت فألقيت نفسي فنمت، فأصبحت حين أصبحت صائماً. قال: وكان عمر رضي الله عنه قد أصاب من النساء بعدما نام، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فأنزل الله عز وجل: أحلَّ لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. فالله رخص بالجماع بالليل وإن نام قبل ذلك إلى الفجر، إلى قوله: ثم أتم الصيام إلى الليل. فالله رخص للمسلم أن يجامع ولو نام إذا كان بالليل. وأخرجه أبو داود رحمه الله في سننه، والحاكم رحمه الله في مستدركه من حديث المسعود به، وقد أخرج البخاري ومسلم رحمهم الله من حديث الزهري عن عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: كان عاشوراء يصام، فلما نزل فرض رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر. وروى البخاري رحمه الله عن ابن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما مثله. فصوم يوم عاشوراء والتاسع والعاشر مستحب، ليس بواجب، فمن صام فليصم التاسع والعاشر. شكراً لله عز وجل على نجاة موسى عليه السلام وبني إسرائيل وأهلاك فرعون وجنوده. وقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كما قال معاذ رضي الله عنه كان في ابتداء الأمر: من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا. وهكذا روى البخاري رحمه الله عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال: لما نزلت وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان من أراد أن يفطر يفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها: من شهد منكم الشهر فليصمه. ليس هناك رخصة في الفطر إلا المسافر والمريض
فيفطران ويقضيان. وقوله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كما قال معاذ رضي الله عنه كان في ابتداء الأمر من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا. وهكذا روى البخاري رحمه الله عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال لما نزلت وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كان من أراد أن يفطر يفتدي، حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ليس هناك تخيير، إلا المريض والمسافر فيفطران ويقضيان. وروى أيضا من حديث عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال هي منسوخة، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين منسوخة، يعني كان التخيير ثم نسخ. وأما المريض والمسافر فيرخص لهما في الفطر وعليهما القضاء. وقال السدي عن مرة عن عبد الله رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال يقول وعلى الذين يطيقونه أن يتجشمونه، يعني يصومون وهو شاق عليهم. قال عبد الله فكان من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم مسكينا، فمن تطوع ولا يقول أطعم مسكينا آخر فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم. فكانوا كذلك حتى نسختها فمن شهد منكم الشهر فليصمه، أي لا رخصة ولا تخيير، إلا المسافر والمريض يقضيان فيما بعد. وقال البخاري رحمه الله أيضا حدثنا إسحاق أخبرنا روح حدثنا زكريا بن إسحاق حدثنا عمرو بن دينار عن عطاء سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقرأ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس رضي الله عنهما ليست منسوخة، يعني على الكل، هو للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، يعني الحكم باقي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا، وأما القادر فلا بد أن يصوم. وهكذا روى غير واحد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه، يعني منسوخ في الذي يطيق، وباقي الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. وقال أبو بكر بن أبي شيبة رحمه الله حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث بن سوار عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نزلت هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين في الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصوم ثم ضعف، فرخص له أن يطعم مكان كل يوم مسكينا. الشيب الكبير والمرأة العجوز إذا لم يستطيع الصيام يطعمان عن كل يوم مسكين، وأما القادر فلا بد أن يصوم. وقال الحافظ أبو بكر بن مردوية رحمه الله حدثنا محمد بن أحمد حدثنا الحسين بن محمد بن بهرام المحرمي حدثنا وهب بن بقية حدثنا خالد بن عبد الله عن ابن أبي ليلى قال دخلت على عطاء رحمه الله في رمضان وهو يأكل، فقال قال ابن عباس رضي الله عنهما نزلت هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فكان من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم مسكينا، ثم نزلت هذه الآية فنسخت الأولى إلا الكبير الفاني إن شاء أطعم عن كل يوم مسكينا وأفطر. فحاصل الأمر أن النسخ ثابت في حق الصحيح المقيم بإيجاب الصيام عليه بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وأما الشيخ الفاني الهرم الذي لا يستطيع الصيام فله أن يفطر ولا قضاء عليه، لأنه ليست له حال
يصير إليها يتمكن فيها من القضاء، ولكن هل يجب عليه إذا أفطر أن يطعم عن كل يوم مسكينا إذا كان ذا جدة أي ذا مال؟ فيه قولان للعلماء، أحدهما لا يجب عليه إطعام لأنه ضعيف عنه لسنه أي لكبر سنه، فلم يجب عليه فدية كالصبي لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وهو أحد قولي الشافعي رحمه الله، والثاني وهو الصحيح وعليه أكثر العلماء أنه يجب عليه الشيب الكبير والعجوز فدية عن كل يوم، كما فسره ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من السلف رحمهم الله على قراءة من قرأ: وعلى الذين يطيقونه أي يتجشمونه أي يتكلفونه، كما قاله ابن مسعود رضي الله عنه وغيره، وهو اختيار البخاري رحمه الله، فإنه قال: وأما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام فقد أطعم أنس رضي الله عنه بعد أن كبر عامًا أو عامين كل يوم مسكينًا خبزًا ولحمًا وأفطر حينما كبر وضعف عن الصيام. وهذا الذي علقه البخاري رحمه الله قد أسنده الحافظ أبو يعلى الموصلي رحمه الله في مسنده، فقال: حدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا عمران عن أيوب بن أبي تميم قال: ضعف أنس بن مالك رضي الله عنه عن الصوم، فصنع جفنة يعني إناء من ثريد يعني مرق اللحم وفت فيه الخبز مع قطع من اللحم، فدعا 30 مسكينا فأطعمهم لأنه كبر وضعف عن الصيام. ورواه عبد بن حميد عن روح بن عبادة عن عمران وهو ابن حدير عن أيوب به، ورواه عبد أيضا من حديث ستة من أصحاب أنس رضي الله عنه عن أنس رضي الله عنه بمعناه. ومما يلتحق بهذا المعنى الحامل والمرضع، المرأة الحامل والمرأة المرضع إذا خافتا على أنفسهما أو ولديهما ففيهما خلاف كثير بين العلماء، ومنهم من قال: يفطران ويفديان ويقضيان، وقيل يفديان فقط ولا قضاء، وقيل يجب القضاء بلا فدية، وقيل يفطران ولا فدية ولا قضاء. وقد بسطنا هذه المسألة مستقصاةً في كتاب الصيام الذي أفردناه ولله الحمد والمنة. على كل حال، الحامل إذا خافت على نفسها تفطر وتطعم، والمرضع كذلك إذا خافت على نفسها تفطر وتقضي وتطعم. وفي قول أن الحامل إذا خافت على نفسها ليس عليها إلا القضاء، والمرضع إذا خافت على نفسها ليس عليها إلا القضاء. وأما الحامل إذا خافت على ولدها لم تخف على نفسها بل خافت على ولدها فتفطر وتطعم وتقضي، وكذلك المرضع إذا خافت على ولدها تفطر وتقضي وتطعم. الحمد لله على رحمته وعلى كل حال. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، ومن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الحمد لله على نعمه. يمدح تعالى شهر الصيام من بين سائر الشهور بأن اختاره من بينهن لإنزال القرآن العظيم فيه، وكما اختصه بذلك قد ورد الحديث بأنه الشهر الذي كانت الكتب الإلهية تنزل فيه على الأنبياء
عليهم الصلاة والسلام. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم، حدثنا عمران أبو العوام عن قتادة عن أبي المليح عن واثلة يعني ابن الأسقع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنزلت صحف إبراهيم عليه السلام في أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان على موسى عليه السلام، والإنجيل لثلاث عشرة خلت من رمضان على عيسى عليه السلام، وأنزل الله القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان. وقد روي من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وفيه أن الزبور أنزل لاثنتي عشرة ليلة خلت من رمضان، والإنجيل لثمانية عشرة، والباقي كما تقدم رواه ابن مردوية رحمه الله. أما الصحف والتوراة والزبور والإنجيل فنزل كل منها على النبي الذي أنزل عليه جملة واحدة، وأما القرآن فإنما نزل جملة واحدة إلى بيت العزة من السماء الدنيا، وكان ذلك في شهر رمضان في ليلة القدر منه، كما قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، أي أنزلنا القرآن العظيم في ليلة القدر. وقال: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. ثم نزل بعد مفرقا بحسب الوقائع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا روي من غير وجه عن ابن عباس رضي الله عنهما، كما قال إسرائيل عن السدي عن محمد بن أبي المجالد عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سأله عطية ابن الأسود رحمه الله فقال: وقع في قلب الشك من قول الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقوله: إنا أنزلناه في ليلة مبارك، وقوله: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقد أنزل في شوال وفي ذي القعدة وفي ذي الحجة وفي المحرم وصفر وشهر ربيع. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: إنه أنزل في رمضان في ليلة القدر في ليلة وفي ليلة مباركة جملة واحدة، ثم أنزل على مواقع النجوم ترتيلا في الشهور والأيام، رواه ابن أبي حاتم وابن مردوية رحمهم الله. وهذا لفظه. وفي رواية سعيد بن جبير رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أنزل القرآن في النصف من شهر رمضان إلى سماء الدنيا، فجعل في بيت العزة يعني في السماء الدنيا، ثم أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في عشرين سنة لجواب كلام الناس. وفي رواية عكرمة رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزل القرآن في شهر رمضان في ليلة القدر إلى هذه السماء الدنيا جملة واحدة، وكان الله يحدث لنبيه صلى الله عليه وسلم ما يشاء، ولا يجيء المشركون بمثل يخاصمونه به إلا جاءهم من الله بجوابه، وذلك قوله تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال فخر الدين: ويحتمل أنه كان ينزل في كل ليلة قدر ما يحتاج الناس إلى إنزاله إلى مثله من اللوح إلى سماء الدنيا. وتوقف هل هذا أولى أو الأول، وهذا الذي جعله احتمالاً نقله القرطبي رحمه الله عن مقاتل بن حيان رحمه الله، وحكى الإجماع على أن القرآن نزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا. وحكى الرازي عن سفيان بن عيينة رحمهم الله وغيره أن المراد بقوله الذي أنزل فيه القرآن أي في فضله أو وجوب صومه، وهذا غريب جدا.
وقوله تعالى هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقوله تعالى هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، هذا مدح للقرآن الذي أنزله الله هدى لقلوب العباد ممن آمن به وصدقه واتبعه. اللهم اجعلنا منهم. وبينات أي ودلائل وحجج بينة واضحة جلية لمن فهمها وتدبرها، دالة على صحة ما جاء به من الهدى المنافي للضلال والرشد المخالف للغي، ومفرقاً بين الحق والباطل والحلال والحرام. الحمد لله. وقد روي عن بعض السلف رحمهم الله أنه كره أن يقال إلا شهر رمضان، ولا يقال رمضان. قال ابن أبي حاتم رحمه الله حدثنا أبي حدثنا محمد بن بكار بن الريان حدثنا أبو معشر عن محمد بن كعب القرظي وسعيد هو المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لا تقولوا رمضان، فإن رمضان اسم من أسماء الله تعالى، ولكن قولوا شهر رمضان. ولكن وردت الأدلة على جواز قول رمضان. قال ابن أبي حاتم رحمه الله وقد روي عن مجاهد ومحمد بن كعب رحمهم الله نحو ذلك، ورخص فيه ابن عباس وزيد بن ثابت رضي الله عنهما. قلت أبو معشر هو نجيح ابن عبد الرحمن المدني إمام في المغازي والسير، ولكن فيه ضعف، وقد رواه ابنه محمد عنه فجعله مرفوعا عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقد أنكره عليه الحافظ ابن عدي وهو جدير بالإنكار، فإنه متروك يعني ضعيف، وقد وهم في رفع هذا الحديث أن لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم. وقد انتصر البخاري رحمه الله في كتابه لهذا فقال باب يقال رمضان، وساق أحاديث في ذلك، منها من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ونحو ذلك، يعني يجوز أن يقول رمضان. وقوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه، هذا إيجاب حتم على من شهد استهلال الشهر، أي كان مقيما في البلد حين دخل شهر رمضان، وهو صحيح في بدنه أن يصوم لا محالة. ونسخت هذه الآية الإباحة المتقدمة لمن كان صحيحا مقيما أن يفطر ويفدي بإطعام مسكين عن كل يوم كما تقدم بيانه، يعني كانت رخصة ونسخت الرخصة. ولما حتم الصيام أعاد ذكر الرخصة للمريض وللمسافر في الإفطار بشرط القضاء، فقال عز وجل ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، معناه ومن كان به مرض في بدنه يشق عليه الصيام معه أو يؤذيه أو كان على سفر أي في حال سفر فله أن يفطر، فإذا أفطر فعليه بعدة ما أفطره في السفر من الأيام. ولهذا قال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الحمد لله، أي إنما رخص لكم في الفطر في حال المرض وفي السفر مع تحتمه في حق المقيم الصحيح تيسيراً عليكم ورحمةً بكم. الحمد لله. وها هنا مسائل تتعلق بهذه الآية، إحداها أنه قد ذهب طائفة من السلف رحمهم الله إلى أن من كان مقيماً في أول الشهر ثم سافر في أثنائه فليس له الإفطار بعذر السفر، والحالة هذه لقوله فمن شهد منكم الشهر فليصم، وإنما يباح الإفطار لمسافر استهل الشهر وهو مسافر. وهذا القول غريب، نقله أبو محمد بن حزم في كتابه المحلى رحمه الله عن جماعة من الصحابة
رضي الله عنهم والتابعين، وفيما حكاه عنهم نظر، يعني هذا القول في نظر والله أعلم. فإنه قد ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج في شهر رمضان لغزوة الفتح، فتح مكة، فسار حتى بلغ الكديد اسم مكان، ثم أفطر وأمر الناس بالفطر، أخرجه صاحبها الصحيح البخاري ومسلم رحمهم الله. المسألة الثانية: ذهب آخرون من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين رحمهم الله إلى وجوب الإفطار في السفر لقوله فعدة من أيام أخر، والصحيح قول الجمهور أن الأمر في ذلك على التخيير، يعني المسافر إن صام أجزأه وإن أفطر فله الرخصة وعليه القضاء، وليس بحتم، لأنهم كانوا يخرجون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان، قال فمنا الصائم ومنا المفطر، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، فلو كان الإفطار هو الواجب لأنكر عليهم الصيام، بل الذي ثبت من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان في مثل هذه الحالة صائماً، لما ثبت في الصحيحين رحمهم الله عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة رضي الله عنه. المسألة الثالثة: قال الطائفة منهم الشافعي رحمه الله الصيام في السفر أفضل من الإفطار لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم، وقال الطائفة بل الإفطار أفضل أخذًا بالرخصة، ولما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الصوم في السفر فقال من أفطر فحسن ومن صام فلا جناح عليه، وقال في حديث آخر عليكم برخصة الله التي رخص لكم، وقال الطائفة هما سواء الصيام في السفر أو الإفطار، لحديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه قال يا رسول الله إني كثير الصيام أفأصوم في السفر؟ فقال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، وهو في الصحيحين. وقيل إن شق الصيام فالإفطار أفضل، لحديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً قد ظلل عليه، يعني ظلل عليه من الشمس، فقال ما هذا؟ قالوا صائم، فقال ليس من البر الصيام في السفر، يعني إذا حصلت المشقة، أخرجاه. فأما إن رغب عن سنة ورأى أن الفطر مكروه إليه فهذا يتعين عليه الإفطار ويحرم عليه الصيام لأنه رغب وأعرض عن السنة، والحالة هذه لما جاء في مسند الإمام أحمد رحمه الله وغيره، وعن ابن عمر وجابر وغيرهما رضي الله عنهما من لم يقبل رخصة الله كان عليه من الإثم مثل الجبال عرفة. الرابعة، المسألة الرابعة: القضاء هل يجب متتابعا أو يجوز فيه التفريط؟ فيه قولان، أحدهما أنه يجب التتابع لأن القضاء يحكي الأداء، والثاني لا يجب التتابع بل إن شاء فرق وإن شاء تابع، وهذا قول جمهور السلف والخلف رحمهم الله، وعليه ثبتت الدلائل، لأن التتابع إنما وجب في الشهر لضرورة أدائه في الشهر، فأما بعد انقضاء رمضان فالمراد صيام أيام عدة ما أفطر، ولهذا قال تعالى فعدة من أيام أخر، ثم قالت يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الحمد لله رب العالمين. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا أبو سلمة الخزاعي حدثنا ابن هلال عن حميد بن هلال العدوي عن أبي قتادة رضي الله عنه عن الأعرج عن الأعرابي رضي الله عنه الذي سمع النبي
صلى الله عليه وسلم يقول: إن خير دينكم أيسره، إن خير دينكم أيسره. الحمد لله. وقال أحمد رحمه الله أيضا: حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا عاصم بن هلال، حدثنا غاضرة بن عروة الفقيمي، حدثني أبي عروة قال رضي الله عنه قال: كنا ننتظر النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج رجلا يقطر رأسه من وضوء أو غسل، فصلى، فلما قضى الصلاة جعل الناس يسألونه: علينا حرج في كذا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن دين الله في يسر، ثلاثا يقولها. الحمد لله. ورواه الإمام أبو بكر بن مردوية رحمه الله في تفسير هذه الآية من حديث مسلم بن إبراهيم عن عاصم بن هلال به. الحمد لله. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة قال: حدثنا أبو التياح، سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يسروا، أن تعاليم الإسلام سهلة، ولا تعسروا وسكنوا، أي طمئنوا ولا تنفروا. أخرجاه في الصحيحين رحمهم الله. وفي الصحيحين رحمهم الله أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ وأبي موسى رضي الله عنهما حين بعثهما إلى اليمن: بشرا، أي بثواب الله لمن أطاع، ولا تنفر الناس، ويسرا ولا تعسرا، وتطاوعا ولا تختلفا. وفي السنن والمسانيد رحمهم الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بالحنيفية السمحة، أي السهلة. وقال الحافظ أبو بكر بن مردوية رحمه الله في تفسيره: حدثنا عبد الله بن إسحاق بن إبراهيم، حدثنا يحيى بن أبي طالب، حدثنا عبد الوهاب بن عطاء، حدثنا أبو مسعود الجريري عن عبد الله بن الشقيق عن محجن بن الأدرع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يصلي فتراءه بصره ساعة، فقال: أتراه يصلي صادقاً؟ قال: قلت يا رسول الله، هذا أكثر أهل المدينة صلاة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسمعه فتهلكه، يعني المدح قد يكون فتنة. وقال: إن الله إنما أراد بهذه الأمة اليسر، ولم يرد بهم العسر. ومعنى قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة، أي إنما أرخص لكم في الإفطار للمرض والسفر ونحوهما من الأعذار لإرادته بكم اليسر، وإنما أمركم بالقضاء لتكملوا عدة شهركم. الحمد لله. وقوله تعالى: ولتكبروا الله على ما هداكم، أي ولتذكروا الله عند انقضاء عبادتكم، كما قال تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وقال تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحوا وأدبار السجود. ولهذا جاءت السنة باستحباب التسبيح والتحميد والتكبير بعد الصلوات المكتوبات. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. ولهذا أخذ كثير من العلماء رحمهم الله مشروعية التكبير في عيد الفطر من هذه الآية: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم.
الحمد لله. حتى ذهب داود بن علي الأصبهاني الظاهري رحمه الله إلى وجوبه في عيد الفطر لظاهر الأمر في قوله: ولتكبروا الله على ما هداكم. وفي مقابلته مذهب أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يشرع التكبير في عيد الفطر، والباقون على استحبابه على اختلاف في تفاصيل بعض الفروع بينهم. فالله أمر بالتكبير، وقوله تعالى: ولعلكم تشكرون، أي إذا قمتم بما أمركم الله من طاعته في أداء فرائضه وترك محارمه وحفظ حدوده فلعلكم أن تكونوا من الشاكرين بذلك. اللهم اجعلنا من الشاكرين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. الحمد لله على كل حال، الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الحمد لله. لا تجعل بينك وبين ربك واسطة، ما يحتاج واسطة، الله تعالى قريب مجيب. ادع الله بقلب خالص وقلب حاضر. اللهم لك الحمد يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. قال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبي، حدثنا يحيى بن المغيرة، أخبرنا جرير عن عبده ابن أبي برزة السجستاني عن الصلب ابن حكيم ابن معاوية ابن حيدة القشيري عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن أعرابياً من أهل البادية قال: يا رسول الله، أقريب ربنا فنناجيه؟ يعني ندعوه سراً أم بعيد فنناديه؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الحمد لله. ورواه ابن مردويه وأبو الشيخ الأصبهاني رحمهم الله من حديث محمد بن أبي حميد عن جرير به رحمهم الله. وقال عبد الرزاق رحمه الله: أخبرنا جعفر بن سليمان عن عوف عن الحسن رحمهم الله قال: سأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم: أين ربنا؟ فأنزل الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الله تعالى على العرش استوى استواء يليق به، وهو يسمع ويرى جل جلاله. وقال ابن جريج رحمه الله عن عطاء رحمه الله أنه بلغه لما نزلت وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، قال الناس: لو نعلم أي ساعة ندعو. فنزلت: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. متى دعوت الله يجيبك جل جلاله. فقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، حدثنا خالد الحذاء عن أبي عثمان النهدي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة، فجعلنا لا نصعد شرفا، أي لا نرتفع مكانا عاليا ولا نعلو شرفا ولا نهبط واديا إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير. قال: فدنا منا الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: يا أيها الناس، أربعوا على أنفسكم، أي ارحموا أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. يا عبد الله بن قيس، ألا أعلمك كلمة من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. تعترف
بالعجز والافتقار إلى الله. لا حول لي ولا قوة لي إلا بمعونة الله جل جلاله. أخرجاه في الصحيحين رحمهم الله وبقية الجماعة رحمهم الله من حديث أبي عثمان النهدي واسمه عبد الرحمن بن مل عنه بنحوه رحمهم الله. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا سليمان بن داود، حدثنا شعبة، حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. فعلينا أن نظن في الله أنه أرحم الراحمين ونتضرع إليه وندعوه، فهو سميع مجيب سبحانه وتعالى. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا علي بن إسحاق، أخبرنا عبد الله، أخبرنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، حدثنا إسماعيل بن عبيد الله عن كريمة بنت الخشخاش المزنية قالت رضي الله عنها: حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتا. فعلينا أن نكثر من ذكر الله: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قلت: وهذا كقوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وكقوله لموسى وهارون عليهما السلام: إنني معكما أسمع وأرى. والمراد من هذا أنه تعالى لا يخيب دعاء داع ولا يشغله عنه شيء، بل هو سميع الدعاء، وفيه ترغيب في الدعاء وأنه لا يضيع لديه تعالى، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يزيد، حدثنا رجل أنه سمع أبا عثمان هو النهدي يحدث عن سلمان يعني الفارسي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى لا يستحي أن يبسط العبد إليه يديه يسأله فيهما خيراً فيردهما خائبتين. الحمد لله، الحمد لله. إن الله تعالى لا يستحي أن يبسط العبد إليه يديه يسأله فيهما خيراً فيردهما خائبتين. وفيه رفع اليدين عند الدعاء تضرعاً وخضوعاً بين يدي الله. إن الله تعالى لا يستحي أن يبسط العبد إليه يديه يسأله فيهما خيراً فيردهما خائبتين. الحمد لله، الحمد لله. قال يزيد: سموا لي هذا الرجل، فقالوا: جعفر ابن ميمون رحمه الله. وقد رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة رحمهم الله من حديث جعفر ابن ميمون صاحب الأنماط به رحمهم الله. وقال الترمذي رحمه الله: حسن غريب، ورواه بعضهم ولم يرفعه. وقال الشيخ الحافظ أبو الحجاج المزي رحمه الله في أطرافه، وتابعه أبو همام محمد بن الزبرقان عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي به رحمهم الله. الحمد لله، الحمد لله. وقال الإمام أحمد رحمه الله أيضا: حدثنا أبو عامر، حدثنا علي بن داود أبو المتوكل الناجي عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا: إذن نكثر، أي من الدعاء. قال: الله أكثر جل جلاله. فعلينا أن نكثر الدعاء، فإما أن يعجل الله لدعوتنا، وإما أن يدخرها له في الآخرة، يدخر له ثواب الدعاء،
وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. الحمد لله. وقال عبد الله بن الإمام أحمد رحمهم الله: حدثنا إسحاق بن منصور الكوسج، أخبرنا محمد بن يوسف، حدثنا ابن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن جبير بن نفير أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما على ظهر الأرض من رجل مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة إلا آتاه الله إياها أو كف عنه من السوء مثلها ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. ورواه الترمذي رحمه الله عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي عن محمد بن يوسف الفريابي عن ابن ثوبان، وهو عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان رحمهم الله به. وقال حسن صحيح غريب من هذا الوجه. الحمد لله. الحمد لله. وقال الإمام مالك رحمه الله عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى ابن أزهر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي. علينا أن نكثر من الدعاء، فالله عز وجل يأجرنا بذلك، ولا نقول لم يستجب، بل نكثر من الدعاء ولا نعجل. أخرجاه في الصحيحين رحمهم الله من حديث مالك رحمه الله به، وهذا لفظ البخاري رحمه الله، وأثابه الجنة. آمين.